وجزاء العبودية عظيم، أن تكون عبدا لله، فهذا يأتيك حفظ الله في الدنيا والآخرة على أن تكون عبدا حقيقيا لله. يقول الحق سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن كان معك أو كان عليك. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، لأن رب العالمين بنفسه يقول لك، يقول لعباده: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا بعد أن يكون وليك هو الله؟ إن وليي الله. ماذا بعد؟ مما وبما وعلام تخاف إذا كانت حركاتك وسكناتك ورغباتك كلها لله عز وجل. غير أن عباد الله حتى تكون عبدا ربانيا لابد أن تلتزم بصفات العباد الربانيين حتى تحقق العبودية لله.